أكد وزير البترول طارق الملا أهمية المشاركة الإيجابية للعاملين بشركات البترول العاملة بالأردن في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الإقبال الذي شهدته لجان الاقتراع بالأردن يؤكد وعي المصريين لبناء دولة قوية من أجل الحاضر والمستقبل. في خلال تواجدنا في عمان في الأردن خلال الزيارة الرسمية مع معالي وزير الطاقة الأردني، انتهزت هذه الفرصة ان احنا نكون موجودين في هذه الزيارة ومناسبة الانتخابات الرئاسية، بان انا اجي واشوف زملائي الموجودين في الأردن، زملائي من قطاع البترول، ونحثهم على ضرورة المجيء للإدلاء بالصوت كجزء أصيل وأساسي من حقهم في الانتخابات وضرورة المشاركة بالتصويت في هذه الانتخابات الهامة، الانتخابات الرئاسية. والحقيقة ان احنا نسقنا مع الشركات العاملة في الأردن، شركات التابعة لقطاع البترول، واكدنا عليهم ضرورة الوجود، وبالفعل النهاردة الصبح كل الشركات موجودة. والحقيقة ان انا فوجئت وسعدت بان انا وجدت ايضا الازدحام الكبير من المصريين العاملين والمقيمين في الأردن، موجودين من الصباح في حرصهم على الإدلاء بصوتهم، موجودين عند السفارة المصرية في عمان.